ان هو يرد عليه. انا برضو عايزه اقول حاجه للساده المشاهدين، احنا اكيد عندنا في مصر وزاره التربيه والتعليم، حد يعرف منكم هم ليه قدموا التربيه على التعليم؟ يعني هم قايلين وزاره التربيه والتعليم مش وزاره التعليم والتربيه. نسمع كلام محمد. انا عندي في البدايه دايما مدرستي دايما بتقول ان الفضيله قبل العلم، لان الواحد لما بيروح المدرسه وبيبان عليه اخلاقه بيبقى احسن، بدل ما يكون اللي هو عنده علم وما عندوش اخلاق. تمام، دي وجهه نظر. وجهه نظر وجهه نظر ان الاخلاق احسن من العلم، يعني مش احسن من العلم، مش احسن بس هي نمبر 1 قبل نمبر 1 قبل العلم. تمام. لان العلم من غير اخلاق ما مش الناس مش هتحترمه، انما لو عالم وعنده اخلاق الناس هتحترمه جدا وهتقدره. طب ونوجه السؤال. طبعا التربيه فضلوها عن العلم في كل الدول. اولا التربيه، مثلا التلميذ لو شاطر بس اخلاقه مش جيده، يعني مش هيبقى طالب مثالي مثلا على المدرسه. تمام. مثلا الاخلاق بتاخد 3/4 الطالب المثالي لو طلع على المدرسه، يعني الاخلاق ليها نسبه كبيره بالنسبه لان انت تكون مثالي. تمام. اكتر من العلم. تمام. واحنا من خلال برنامجنا برنامج حياتك رساله بنوجه رساله للمعلم، زي ما استاذ محمد صبري قال ان المعلم لازم يكون قدوه صالحه لان هو اللي بيخرج النشء الصالح. كاد المعلم ان يكون رسولا. تمام. رسول. قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم ان يقول ان يكون رسولا. طيب احنا هنرجع لسؤالنا، محمد جاوب عليه. اكيد انت نسيت السؤال. اكيد. بيقولوا ان الطالب بيحب الماده اللي بيدرسها، بيحب الماده اللي بيدرسها اذا حب مدرس الماده دي. يا ترى ايه مدى صدق المقوله دي؟ هي مقوله صادقه، لان فعلا لما الطالب يحب الماده اللي بيدرسها ما بيهتمش هو بيذاكر منها قد ايه، لان هو حابب اللي هو بيعمله. هو طالما بيذاكر هو مذاكرته في الماده دي بتبقى متعه طالما هو حاببها، فما بيهتمش انا ذاكرت قد ايه، او مش بيبقى مغصوب وهو بيذاكر. تمام. ودي يعني هو ده حاجه فعلا بتاكد صدق المقوله دي. انا طبعا. انا موافق يا محمد حسام، بس عندي نقطتين. اتفضل. اول نقطه، لو انت عندك ميول علميه هتحب العلوم حتى لو مدرس الماده وحش، وده الاصرار عند الطالب ان هو يبقى عايز نفسه يبقى حاجه مع ان اي حاجه تقف قدامه. تمام. مدرس او اي حاجه. النقطه الثانيه، اتفضل، ان المدرس لو انت بتحبه برضو لازم لما تقعد معاه مركز في الفصل هيحبك وانت هتفهم منه اكتر ما تروح تذاكر. تمام. ليه بقى؟ عشان انت حاسه وانت بتحبه. تمام. لا احنا كنا بس بنقول ان لما الواحد بيكون حابب المعلم، لان المعلم بيكون لطيف معاه زي ما احنا بنقول، ساعات يعني بيديله هدايا رمزيه زي ما انت بتقول، حاجه بسيطه قوي حكايه التسقيف دي. الواحد بيحب الماده اكتر لان الواحد بيبقى عنده طموح انه يذاكر اكتر. المعلم او المدرس هيدي بدل ما هيسقف له المره دي، لا المره الجايه هيدي له كذا، اللي بعديها هيدي له كذا وهكذا. طيب هل بتلاقوا اي تقصير من بعض المدرسين، او بمعنى ادق هل في مدرسين ما بيعملوش ضميرهم في الشرح او عندهم ضعف في توصيل المعلومه؟ في بعض المدرسين يعني ما يكون عندهم ضمير، وفي بعض المدرسين ما عندهمش ضمير. الناس اللي هم المدرسين اللي ما عندهمش ضمير دول بسبب ان هم ان في طلاب بيخليهم يكرهوا ان هم مش عايزين يكون عنده ضمير وما يشرحش كويس. طب محمد احمد، في مره في اي مره قابلك مدرس كان مثلا مدرس داخل لكم الكلاس لان في طلاب بيتكلموا، بعض الطلاب مش هنقول الطلاب كلهم، فقام قايل والله ما انا شارح، انا مش هشرح، هسيبكم تسقطوا، وقام كاتب بس عنوان الدرس علشان لو جه اي موجه وساب الحصه. مرت عليك دي قبل كده؟ في مدرسين ساعات لما بيلاقوا دوشه، مش حتى لو مش الفصل كله، لو حبه صغيرين بيعجبوا كل الفصل، بيكتبوا الدرس يقول لك اكتبوا الدرس وخلاص مفيش شرح. طب انت كطالب بعض المدرسين، انا مش بعمم، انا بقول بعض المدرسين. لا انا كنت عايزه اسالك سؤال، انت كطالب عدد قليل تتضايق لما يكون عدد قليل من الاولاد؟ عدد قليل من الاولاد لما بيجي يتكلموا، بعض المدرسين يعني بينبسطوا من كده، بيقولوا يعني دي حجه ان احنا ما نشرح، لكن معظم المدرسين طبعا الناس محترمه وعايزه توصل المعلومه، لانهم في الاخر بيعلموا اجيال. تمام. طيب بالتاكيد المعلم كان زمان ليه هيبه واحترام كبيره جدا، يشخط وبيزعق لكن كان محبوب وموقر من كل الطلاب اللي بيتعامل معاهم.
يا ترى هيبه المعلم دلوقتي لما بتكون يا ترى هيبه المعلم دلوقتي بتكون لما بيزعق؟ يعني انت دلوقتي بتخلي كده في المعلم هيبه ووقار لما بيزعق زي زمان، ولا دلوقتي لما بيزعق بتقول عليه المدرس اللي بيزعق ده؟ واحيانا في طلاب يعني باللغه العاميه بتاعتنا يلاقوا مدرس هما متضايقين منه كل ما يدخل الحصه يزعق، يقوموا قايلين ايه احنا هنزوغ. هل دلوقتي هيبه ووقار المعلم لما بيزعق زي زمان ولا لا؟ ايوه دلوقتي زي زمان، لكن في بعض الطلاب اللي هم بيخلوا المعلم ان هو يتضايق جدا ويخلي يعاقب الفصل كله. تمام. يعني في بعض الطلاب زي محمد بيقول بيخلوا المدرس يتضايق جدا ويعاقب الفصل كله. طب انت يا محمد تكون متضايق لما السيئه تعم والحسنه تخص ولا؟ اكيد، لان ساعات بيبقى في ناس ما فيش ليها ذنب خالص، فبتتعاقب مع غيرها اللي غلطوا. تمام. فده بيخليني ببقى زعلان اكتر، يعني ببقى زعلان جدا، لان بيبقى في حاجات ممكن يبقى انا شخصيا ممكن حاجات ممكن تبسطني زياده او تفرحني بتحرم منها بسبب ان واحد او اتنين تانيين قعدوا يتكلموا فالمدرس عاقبنا كلنا. طب بنوجه لاحمد عادل نفس السؤال اللي طرحناه لمحمد حسام، هل هيبه ووقار المعلم دلوقتي لما بيزعق وبيشخط زي زمان ولا دلوقتي؟ كانوا بيبقوا زمان لهم طبعا المعلمين لهم هيبه، لانهم كانوا بيعلموا بضمير، ودلوقتي معظم المدرسين بيعلموا ضمير. انا ما قلتش حاجه، لكن ثوره 25 يناير غيرت حاجات كتير، خلت الكبير بيعلم الصغير من غير ما يوبخه او اي حاجه، والصغير بياخد منه المعلومه. تمام. تاني حاجه في فكره تغني عن المعلم يزعق خالص يعني وما يبقاش فيه معلمين. تمام. ليه اتكلم؟ اتفضل. ليه الوزاره ما تجربش 10% من مدارس مصر تديهم تدي لكل طالب او حتى لكل مجموعه لابتوب من اول سنه اولى ابتدائي، وكل طالب يبقى معاه فلاشه جيجا واحده او سي دي، بياخد على السي دي دي بياخد عليها الدرس بتاع النهارده. تمام. وبيروح في البيت بيذاكره وبيبقى بصوت المعلم وبيبقى ببرامج بتشتغل وكده. ليه كده؟ ممكن نجربه كده على 10% من مدارس مصر، وده يغني عن الزعيق والمشاكل اللي بتحصل في التعليم. يعني انت بتحب التعليم التكنولوجي اكتر؟ طبعا التعليم التكنولوجي. ليه؟ احنا اتقدمنا، احنا عصر العلم، زي ما الاستاذ احمد زويل قال احنا في عصر العلم. تمام. كل حاجه تتعالج بالتكنولوجيا. تمام. طيب.